السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. من مكان واحد هتقدروا تشوفوا كوالالمبور من منظر بانورامي أكتر من رائع، ولو أنت معاك الأولاد والأهل ممكن تنزلوا جنبها شوية وتروحوا حديقة الحيوان ميني زو، مكان ممتع جدا وخصوصا للأطفال. جنبه بشوية هتوصلوا للمكان اللي فيه كل حاجة بالمقلوب، في البيت المقلوب. إحنا بنصور من أمام كي إل تاور، أطول سابع برج في العالم. يا برو، السلام عليكم. دي العروض اللي موجودة، وبرضه عاملين عرض ثاني لأربع أفراد ب 109 رنجة، طبعا أرخص بكتير جدا من المعتاد يعني. ثانك يو. الراجل حط لي العلامة. هو هو نبدأ الرحلة. بسم الله. طبعا انا بفضل الله اخترت مكان وتوقيت مفيش حد خالص في الحديقه عشان اعرف اصور براحتي والحيوانات تكون في حاله مزاجيه كويسه، بس الظاهر ان من كتر الحاله المزاجيه الكويسه بقوا نايمين كلهم. ده مستوى تاني، هياخدنا لفين بقى؟ يلا برادر، ثانك يو. دايما بيبقى في بابين كده معناها ان في طيور. اوه اوه ما شاء الله. اوه ايه ايه ايه، معكش لب ولا اي حاجه انت؟ الوقفه دي والله العظيم انت محترم، انت اول واحد يتكلم من ساعه ما دخلت. بقالك كام سنه هنا؟ طب انا اسف، السؤال جارح جدا. طب خلاص تعالى. حمام. طبعا انتوا هنا فاكرين نفسكم بقى مخلوقات بقى الناس تتفرج عليها وبتاع وبتتحركوا، ونفش لريش بص ما يعرفش ان هو بيتحش في مصر عندنا. بصير في مصر الببغاءات دي ما شاء الله شكلها رائع. يا كام؟ اوه ذاتس ثانك يو سو ماتش. You just raise up your hand, show to this kind of this orange behind you. Yeah. Oh. Yes, hello. It's لمه عشان. اوه تجربة روعة. عشان الأكل، هو مش بيحبوني شخصيا. ده بيلعب في قفايا يا ابني، قفايا. لا يا ابني بتعمل ايه؟ يا الهي يا الهي، بصوا. انا اول مره في انهم مؤلفين كده. طب يا جدعان كده كفايه ولا ايه؟ ولا احنا واو. اوبس. بص بيعضني راح ضربه. انت اصيل يا ولد، انت شكلك انت جاي منين انت؟ واو واو واو، تجربه رهيبه يعني. دي ار فيري فريندلي يا ابني. خلاص ثانك يو سو ماتش. شكرا رجاله، احسن كلام والله. باي. خليك انت نايم كده، الناس كلها عماله تاكل وانت نايم. اوكي والله كانت تجربة عجيبة جدا. اوه جو حر جدا هنا، بس كانت تجربة
حاج بص مين منور. والله كانت تجربة عجيبة جدا، الإحساس بتاعها وقفتهم واللي هم ألفين كده مخليها الدنيا تمام، لكن ده ما وقفينه بقى عشان محدش يهرب منهم ولا يجي ولا ايه. خيال المآتة. اوه كنت فيه without permission. بقول لك ما تأكلهمش غير permission. الشباب الصاعد، شباب الميني زو دول اعتقد دول من دول من فصائل حيوانات اللاما يعني. ده مكان للراحة القعاد هنا، كافتيريا. وبص المنظر من هنا تحفة. الراجل قال لي ممكن أكلهم. Yeah, could you help me on that? Take one or... تعال يعني بقى لي ساعة واقف لما لقيت الأكل جيت يا ابني اللي... سنانه غريبة سبحان الله. شد، احسنت، خد انت كمان شوية بدل ما انت عمال تاكل في نفسك كده. انت نفسك مفتوحة بس ده واضح ان سنه اكبر لان سنانه فعلا طلع لبره خالص. لا حول ولا قوة، بحسه مش عارف يقطع كويس. دلوقتي هنكمل طريقنا، الاتجاه دوت بيقول لي بيودي عند السمك. والله ممتعه، واللاما دي كمان ممكن الناس تتصور معاها، بس انا عشان مش عايز اخش وتبقى ريحتي كلها لاما. فبيقول لي هنا في سمك. سمك ايه يا حاج اللي هنا؟ هو يقصد في الترعه دي فيها سمك؟ ده بيهرج، ده بحسبها اخش مكان مقفول فيه سمك وبتاع. طلع في البتاع البساري اللي بنصطاد بيها. في سمكة اللي هي كبيرة اللي هي بتمسح دي، شابين خالص بسبب الانعكاسات بتاعة المية. طبعا هما الفكرة دي بص بيدوك البتاع ده وتقعد تصطاد انت السمك. لو انت عايز تصطاد يعني بيدوك شبكة وتحاول تصطاد السمك الصغير ده. طبعا هتضيع نص اليوم عشان تصطاده، مش هتعرف لان هو بيمشي بسرعة جدا، حتى مش عارف اصورهم. بص ده شكل البير زمان طبعا اللي هو كان شغال بالبكره. طبعا الناس بترمي عمولات هنا وجو التخاريف بقى بتاع الاماني والعمولات. ده البير اهو. طبعا في مكان كان عامل بير اكبر من ده، بس انا تذكرت سبحان الله لما شفته قصه سيدنا يوسف عليه السلام لما قذف في البير. صح ان البير ما كانش مليان ميه. يبص عشان ناخد له لقطه كده حيويه. ونرجعه تاني الميه. طبعا انت من هنا ممكن تشوفه البرج بشكل واضح جدا. الشباب دول ساعدوني جدا. اوكي براذرز ثانك يو. اوكي ثانك يو سو ماتش. والله افتكرتهم تماثيل يعني، لما رحت عند السلاحف دي انا افتكرتها تماثيل. كم في بوث؟ اوكي ثانك يو سو ماتش. الراجل ده كان ممكن اكلهم اهو.
طبعا انا هحافظ على ضيف جيبي لان هو ممكن التاني يجي ياكلها عشان اعرف اكله. الاكل جاي لك لحد. بص بص النصاب جاي. بص الارنب والسلحفاه. طبعا السلحفاه لما هتاكله يكون الارنب كله بتاع طن منه. بص خده كله. وهي يا دوب ايه بسبب البطء ده. بص بص ادي ادي. طب انا ازاي اكل؟ طبعا دي هتلاقيها مثلا دي جايه من هنا مثلا من الشهر اللي فات، على ما وصلت هنا تلاقيها جعانه جدا بتدور عليه، بيدور على في بقها على بقيه اللي هو متخيل ان هي لسه بتمضغ طبعا، بس انا عايز الحقها باي حاجه بدل البهدله دي. خدي يا بنتي خدي بسرعه، خدي قبل ما يتلموا على. ايوه افتحي بقك بقى، بس الحق الحق. بص الرزق بيجي ازاي. الرزق يا الهي، ده لو الارانب جم مش هطولي حاجه. ده ما تعرفش ماله بيترعش كده، بردان ولا محتاج حاجه؟ خد يا ابني كل لقمه كل لقمه، ده دفي نفسك في الحر ده. جاي عايز اتصور ده. خد 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 اهو خد اهو. هتكفي اللقمه، هتكفي اللقمه، هتكفي. بلاش خناقات بقى يا اولاد. بس هي شكلها اكبر مما انا كنت متصور. ياه هي دي الدوده اللي بيقولوا عليها ام 44 دي. الوضع انت لوحدك الهدوء ده رهيب اهو. راح فين ده؟ اوه ما تجينا عند الازاز كده ناخدك صوره تبقى اوضح من الشبك ده بقى. ده شبهنا يا داروين يا مفتري. يا داروين يا مفتري ده عايز حط معاهم في القفص ده وانت. والله العظيم دي انواع القرود ديت من ساوث ايست ايشيا اند مينلاند اسيا. مينلاند اعتقد اللي هي في الصين. اوه السحاله دي متهيألي بشوفها في ماليزيا، بس مش من النوع ده، نوع اكبر منه بيبقى موجود دايما في الميه. ده سلحفاه عملاقه ولكنها شكلها بقى لها 500 سنة يعني. اوه بصوا عمرها من 80 ل 120 سنة، بتعيش زي الصينيين. بس فعلا تحس عليها أثر سبحان الخلاق والله العظيم. تبقى ماشي كده تلاقيه حر طليق. ما أعطاني وجه. يعني لما جيت له من هنا بص لي ولا عبر. اخيرا بص لي دراكون، بس هو غالبا ما بيتحركش اصلا. ياه والله كانت مغامره طيبه جدا، بس الجو حر قوي. او هي في رطوبه، هو الجو مش يعني في اوقات بيبقى الجو حر اكتر من كده بكتير، بس هو في رطوبه شديده صراحه. فاحنا دلوقتي هنطلع من المكان وننتقل لمكان تاني داخل هذه البقعة المليئة بالمغامرات. يلا بينا. انا رحت عند ايكو تامار ريمبا اللي هي الحديقة، بس اتفاجئت ان هي مقفولة للاصلاحات. وعلى العموم ما فاتكمش كتير يعني، انا عملت حلقة مخصوص عنها هي وابسايد داون هاوس، البيت المقلوب المتشقلب ده، عملت عنهم حلقة هتلاقوها في شريط فوق ممكن تتفرجوا عليها. عملت برضه تغطيه جوه المكان وجبت افضل الاماكن اللي جوه يعني، وتمشيت جواه كانك بالظبط موجود بنفسك. نطلع على كي ال تاور دلوقتي. وهو عشان برضه الناس ساعات بتسال خصوصا لو معاكم اطفال، فالمدخل بتاع ابسايد داون هاوس جنبه الحمامات اهي على جنب هنا. طبعا كل ده الباركينج، بس هو بيبقى مليان
اغلب الوقت لما جيت الصبح كان مليان جدا. دلوقتي هنروح نقطع تذكره ونطلع فوق الى هذا البرج المرتفع. حاطين ماكيته اهو بشكل البرج. طبعا هو في مطعم دائري فوق، الناس برضو بتقعد ساعات تسهر فيه وتاكل. ودي الحديقة التابعة لي. نبص بس على الحديقة الأول كده. الحتة دي بقى في الدور الثاني، هتلاقوا مكان واسع كده كله فرشينه بالنجيله الصناعيه دي، ومكان مناسب جدا للاطفال يطلعوا يجروا يلعبوا فيه، بالذات الحته اللي عامله زي الزحليقه دي. بصوا انا هطلعها دي. الطفل ممكن يطلعوا بينزلوا عمالين ينزلوا يجروا ويطلعوا يجروا ويطلع، ده ممتعه جدا بالنسبه له. يا يا فور ذا كالتا ديس وان يا وان ويش ليفل يو وانت ذيس از ماي فيرست تايم سو بليز ادفايس مي اون يو وركينج هير اور ليفينج هير. يا ام ليفينج هير يس. So if you want to go to outdoor, your price will be 36. Okay. If you want to go indoor only, it will be 15 ringgit. Okay, I will go outdoor. So we close at 7, okay? 7, oh, oh. Assalamu alaikum. Yeah, I received the mail. Bismillah. Okay, thank you. Yes. The lift. Okay. Which floor or how choose a floor? There's a person. Okay. Okay, thank you. Hi, welcome. I didn't notice that you are here. Thank you so much. طريقة قطع التذاكر كانت مش زي ما انا متعود. بتروح الاول بتاخد تايم سلوت بيقول لك هتطلع امتى، وبيبعته بتدخل بياناتك وايميل، بعد كده بيوصل لك ايميل على الموبايل بتاعك، بتاخده بتروح لمكان التيكتس وبتدفع. هما طبعا عاملين اسعار دايما، الناس اللي بيبقوا شغالين هنا معاهم فيزا عمل او مايكاد يعني بيقدروا ياخدوا اسعار زي الماليزيين، انما لو انت سائح بيبقى ليك اسعار مختلفه. فبتروح على الكاونتر بتدفع الفلوس بتقطع وبيطلع لك المبلغ او بيطلع لك الكارت التيكت اللي هتخش بيه، وبعد كده هما بيرشدوك بقى لحد ما وصلت زي الاسانسير كده. واو وصلنا. اوكي ثانك يو. المفروض تسكان هيبان هنا لما نطلع في النور، نسكان الكيو ار ده عشان ما تلخبطوش زي. والان مع المنظر الرائع اللهم بارك. هو كوالالمبور. سبحان الله المنظر من هنا رهيب. رهيب انك تشوف كوالالمبور على مد البصر، يعني الواحد كان بيشوف المنظر دوت وحاجات نمنمه وصغيره جدا كده وهو في الطياره، بس المنظر من هنا صراحه يستحق ورائع جدا تبارك الله. ومن هناك اهوت الشمس منها طالعه من هنا، فالمنظر عجيب. البرج ده اللي انا كنت اصوره ده، هو ده البرج ده، ده هيبقى اطول برج في ماليزيا، والمفترض انه هيكون اطول من بيتروناس، بس هو لسه بيعمله، ده اللي اتعمل في عهد نجيب، بس هو لسه تحت الانشاء يعني. ده الجزئيه بقى اللي الناس بتطلعها
عشان تتصور فيها في الهو. لازم نقلع الحذاء الاول طبعا. بصوا ده ازاز. بص المنظر تحت. طبعا الناس عندهم فيه المرتفعات زي حالاتي، انا بخاف جدا من المرتفعات، لكنها فرصة ان احنا نصور من بدون ازاز. طبعا المكان زي ما انتم شايفين هنا هوت كده، انت كانك واقف في الهواء. يعني اللي تحت ده ازاز، انت شايف اخر الدنيا فاضيه تحت، والارتفاع اعلى ارتفاع يعتبر. احنا خلاص بينا ده 300، اعتقد 395 عند المستوى ده. بعد كده لو طلعنا لفوق شويه، فوق شويه تبقى الانتنة عشان نكمل 421. لكن خلاف كده ده المكان اللي احنا فيه. ياه منظر صعب قوي يا جماعه. الواحد يحس ان هو واقف على الهواء، هو لولا انعكاسات الازاز. لكن خلاف كده الدنيا رهيبه ما شاء الله. هو الحل ان الواحد ما يبصش خالص. دي الحته البحري بقى. والله مكان رائع ما شاء الله، يستحق الجلوس والتأمل. الحته الغريبه دي بس مقفوله. ده سكاي كافي. هو دوت الجزء ايه، الجزء اللي فيه الكافيه صح. ده الجزء الثاني. Yeah. Yeah, thank you. ما شاء الله. هنا طبعا الرؤية أوضع عشان الشمس مش في اتجاه. اوكي. ده الرقم قدامي دقيقة 40 ثانية. وبعد كده هيمشوني. الاحساس العجيب ده، ادي الازازه، الارتفاع والله مرعب. فضل على عندي وقت قد ايه؟ 6 ثواني. 6 ثواني بس كده الوقت خلص. هطلع دلوقتي ونقف بره بقى لنغلق هذه الحلقه الشيقه. يلا. طبعا هو المكان بيقفل دلوقتي، وانا صراحة مش لاقي حاجة احلى من المكان ده الواحد يغلق فيه الحلقة بتاعت النهاردة. كانت رحلة جميلة وموفقة ان شاء الله، ويا رب تظبط بقى في المونتاج برضو. المكان ده زي ما قلت لكم بيحتوي على 4 اماكن، فممكن الناس تيجي تزوره وتستمتع، وتبقى خروجة كاملة اليوم كامل هنا، وتيجوا من الصبح لاخر النهار، واهم حاجة تحضروا الشروق في هذا المكان الرائع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة، واراكم فيديوهات جديدة مع تلبو شو. سلام عليكم.